مرحبا، منير عجم. كمان هالفيديو مرتبط ببلوج ارتيكل، بس مش هنذكره كله. البلوج ارتيكل عنوانه Why do organization not follow proper project management practices؟ سؤال عم بنطرح دائما على السوشيال ميديا، ونحن بالعالم العربي خاصة بنطرحه كتير، ودائما بنحط مسؤولية على الإدارة والعالم العربي والدول، وما بتحترم إدارة المشاريع، ما بتفهم إدارة المشاريع، وا 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 وا. ودول أجنبية بتدعم إدارة المشاريع، بتدعم الأمور هيدي. هلأ ما بدنا ندخل كتير بنقاش بيزنطي مثل ما بيقولوا ولا جدل، حأعطي my honest opinion كالعادة، خاصة أنه أنا كشخص بإدارة مشاريع بطبع كنت موظف وهلأ مدير، معناتها عم بنظر للمنظار من منطقين. يعني دائما بالطبع لا شك انه نحن بالعالم العربي يمكن مش سنه وسنتين وثلاثه وعشره وراء الدول المتطوره بالنسبه لعلم اداره المشاريع وتطبيق علم اداره المشاريع، بس ما ننسى انه علم اداره المشاريع شوي حديث. بس النقطه بدي ركز عليها انا هون اللي هي اكثر موضوع ليش في جزئين يمكن من الفيديو هذا. الجزء الاول انه ليش بعض المؤسسات ما بتمارس إدارة المشاريع طريقة صحيحة، أما ما عندها نظام إدارة المشاريع. هذا الجزء الأول. والجزء الثاني بنركز على موضوع الحق عمين. على بالطبع بالجزء الأول إنه ليش بعض الشركات ليش ما بتطبق إدارة مشاريع ولا منظمات، على بالطبع في كتير أسباب. إذا بتقرون بالإنجليزي موجودين بالبلوك، بس بشكل عام ممكن فينا نقول إنه بعض الشركات والمؤسسات إسا ما بتعرف كيف، خاصة بعالمنا العربي، لأنه علم إدارة مشاريع بشكل عام هو كعلم مستقل جديد، يعني نسبياً عم نحكي 20-30 سنة مش أكتر على كعلم مستقل. على إدارة مشاريع موجودة من الخمسينات ومن الأربعينات ومن العشرينات، بس يمكن كانت على مستوى إدارة مشاريع إنشائية ولا مشاريع بالتسلح وقصص من هالنوع، بس كعلم مستقل يعني حتى بالجامعات صار فينا ناخذ الشهادة اسمها Project Management Degree يمكن 20 سنة 25 سنة مش أكتر. سو علم جديد إسا حتى بالدول المتطورة، بطبع بعيد عن الشركات النفطية ولا الشركات الإنشائية والمشاريع الاستثمارية اللي هي بملايين ومليارات الدولارات. نحكي نحنا كعلم من ضمن المؤسسات المستخدمة بالماركتينج ولا بالسيلز ولا بالاي تي، ولا الاي تي يمكن حيكمل من الواي 2K ومن قبل منه شوي من الثمانينات. بالطبع في عدة أسباب. أحد الأسباب مثل ما قلنا أنه ممكن يكون الإدارة، بما أنه علم جديد، الإدارة والمدراء التنفيذيين بشركات ما بيعرفوا أنه هالعلم صار علم مستقل بحد ذاته وبحاجة لخبرات مستقلة. على بالطبع مش الكل هيك، يمكن نسبة قليلة، لأنه اليوم علم إدارة مشاريع صار منتشر بشكل جيد وواسع، بس بالطبع إسا في ناس وفي مثل ما قلنا مدراء بيعتبروا أنه مين ما كان قادر يدير المشروع، معناتها مش بحاجة لعلم مستقل ولا بحاجة لخبرات مستقلة ولا لدائرة مستقلة ولا لنظام لإدارة مشاريع من ضمن المؤسسات. هذا أحد أسباب ليش بعض المؤسسات ما بتطبق إدارة مشاريع. بالطبع في أسباب تانية. ممكن في ناس بيفكروا إدارة مشاريع هي extra overhead, another layer of management, it's a waste of money and time. للأسف في ناس بيفكر هيك. في ناس بيفكروا انه إدارة المشاريع كتير restricted و does not allow for innovation، يعني ما بتخلي الواحد يكون الناس يشتغل بإبداع، لأنه في خطوط، في baseline، في شروط، في تعقيدات. بالطبع كمان للأسف أحيان في ناس بيفكر انه إدارة المشاريع انه إدارة المشاريع البي ام او عم بيعطينا في بيبر ورك بدنا نعبيه، يمكن بدها تاخذني وقت اعبي البيبر ورك اكثر ما نفذ المشروع. للاسف اليوم في فهم كثير خطا موجود من قبل الاداره العليا ومن المؤسسات ومن الوزارات ومؤسسات حكوميه ومؤسسات خاصه. بس تنقول نفترض نحن انه هالمدراء التنفيذيين والسي اي اوز ما عندهم خبره باداره المشاريع، طب ليه عندهم هالانطباع الخاطئ؟ يعني هذا ممكن ننتقل للمرحله الثانيه من سبب ليش حجاوب عليه اكثر لما بنقول ليش whose fault is it. يعني بقى لنا في كثير اسباب ممكن تكون العلاقه بعدم المعرفه، العلاقه بفهم خاطئ لعلم اداره المشاريع، العلاقه بسوء اداره، في كثير اسباب ممكن تكون. هلا بالطبع في اسباب كمان شوي صعبه، اللي هي انه علم اداره المشاريع
بحد ذاته اذا نفذناه كمؤسسات بطريقه صحيحه قادر يحارب الفساد ويحارب سوء الاداره ويحارب الغباء. خلينا نستعمل الكلمه شوي قاسيه معلش. للاسف في عندنا شركات فيها غباء، في عم بحكي اما ما غباء مش مقصود انه واحد انسان انه غبي انه يعني دم as a person، بس عندنا غباء اللي هو ممكن يكون بانعدام المعرفة. سو ما في وضوح لألون. هلا بالطبع اذا في هالحالات موجوده، يعني انا كمدير تنقول انا اعتبر الحاله فاسد كمدير، اكيد اذا بدي اطبق اداره مشاريع بشركتي ممكن ينكشف فسادي، اكيد ححاربها لاداره مشاريع. هلا اذا بنشيل موضوع الفساد وسوء الاداره على جنب، اوكي، وقلنا في كثير اسباب بتؤدي الى ممكن منا جزء عدم الفهم لاهميه اداره المشاريع ولا اسباب من هالنوع. طيب هون whose fault is it؟ وهون بنرجع لكثير احيان بالمقالات بنشوفها بالعربي والبوست بنزلوها الاصدقاء والاصحاب على الفيسبوك وعلى اللينكدين وعلى غيره، انه الاداره الاداره الاداره. يعني حتى احد الاصدقاء مره، اما مش الاصدقاء، من الزملاء المهنيين عبر الفيسبوك ولا اللينكدين ما بتذكر وين، بالسوشيال ميديا، يعني بيقول انه انا كمدير انه اخذت البي ام بي من حقي، استعمل هالكلمه، من حقي ادير مشاريع. يعني لازم الاداره تحترم لي البي ام بي اللي اخذتها ولازم تسمح لي انه ادير مشاريع. وللاسف نحن عم ندرس وناخذ سيرتيفيكيشن بس الاداره ما بيهمها، والاداره ما بتفهم اهميتها و و و و. طيب انا معكم الاداره ما بتعرف، والسي اي او ما عنده خبره باداره مشاريع وما بيعرف اهميتها، والبي ام بي ولا البرنس 2 تمام نفهم انه عم بتصير نقض على البي ام بي، برنس 2 ولا اي شهاده ثانيه باداره مشاريع اخذناها كاشخاص وحققنا يعني حققنا انجاز، وهذا الشيء بالطبع جهد بيطلب جهد، وتهانينا لكل واحد بياخذ الشهاده، واي انسان بيحب بيطور حاله ان شاء الله كان يكون برنس 2 ولا بي جي ام بي. اي انسان بيشتغل على موضوع تطوير الذات انسان لابد انه يحترم. بس نرجع ننتقل، يمكن اول فيديو سجلناه بالعربي اللي هو بيرجع لموضوع، اما ثاني فيديو اللي هو موضوع انه هل الهدف بس فقط تطوير الذات ولا تطوير المؤسسات. يعني بنرجع نركز انه انا بتعتبره انا سي اي او وما بعرف شيء بالبروجكت مانجمنت، وبيجيني حدا بالشركه عندي روح اخذ البي ام بي، وانا لازم برايه هو انه انا لازم احترمه واحترمها ولازم اعطيه بروموشن وهالشغلات. ليه؟ طب انت اللي حصلت البي ام بي ولا البي جي ام بي، اوكي، هل عملت اي شيء داخل المؤسسه، اوكي، تطور باداء المؤسسه؟ انت كاخذت البي ام بي صرت عم بتفكر بطريقه تانية، صار عندك تعرف شيء اسمه ريسك مانجمنت، في شيء اسمه ايشو مانجمنت، في شيء اسمه تشينج مانجمنت، ممتاز، في شيء اسمه بروجكت شارتر، يا محلاه، كله هذا حلو جميل، كلام جميل مثل ما بيقولوا، بس بالنهايه شو بيهمني اذا معك بي اتش دي ولا ما معك شهاده؟ انا كمدير شركه ولا كصاحب شركه، معك دكتوراه ولا ما معك شهاده، معك بي ام بي ولا معك اي بي ام اي، معك برنس 2 ولا ما معك برنس 2، اوكي، ولا دارس بالبيت او عم تقرا كتب وعم تدرس لحالك، ولا عم تاخذ دورات تدريبيه لحالك عم تدفع من جيبتك. هذا كله بالنهايه انا كمدير، عم نحكي نحن هون ما في فساد، وكمدير شوي عقله منفتح، بس انا ما بعرف، ما بفهم باداره مشاريع، ما بفهم باهميتها، اوكي، شغلتك انت تنورني، شغلتك انت بتعتبر حالك انه بحق لك تدير مشاريع لانه صار عندك بي ام بي ولا غيرها، تيجي تفهمني شو اهميه اداره مشاريع، مش بالكلام فقط، كلام حلو، كل واحد ما كان اذا كان لسانه حلو بيكون احلى، للاسف انا لساني احيانا ما حلو كتير، بس الاحلى والاهم والمقنع اكثر انك تثبت لي، تارجيني، تبرهن لي، اوكي، انه هالشهاده ساعدت بتطوير ادائك كفرد وساهمت بتطوير اداء الشركه.
يعني مثلا هل حضرتك جيت لقيت انه مثلا عندكم بالشغل ما في شيء اسمه بروجكت شارتر، طب عملت بروسيجر ابو صفحه صفحتين ثلاثه خمسه بيشرح شو هو البروسيجر، اما بكتب بروسيجر بسيط انه كيف ينعمل شارتر يمكن ما تطبقوا الاداره، بس على الاقل على مشاريعك انت اوكي. هل عم تتواصل مع سبونسر تبعينك يعمل لك تعملوا شارتر شيء داون وشيء لو انه على ورقه نابكن مثل ما بيقولوا اوكي، وتبلش تشتغل على الاساس وتقدر تثبت للمدير بعدين انك انت لانه تبعت البروجكت شارتر وحطيت خطه وعملت ريسك اسسمنت اوكي، معناتها مشروعك عم بيعطي نسبه نجاح اكثر من مشروع زميلك. مش بس موضوع التنافسي هون الفردي، بنحكي نحن حتى كبروسيجر. هل جيت مثلا لقيت انه نحن كشركه اليوم ريسك مانجمنت شيء كثير مهم وعندنا بالشركه ريسك مانجمنت ما عم نطبقها، بجرب اكتب بروسيجر بوقتي على الويك اند على وقتي الخاص، ضحي من حياتي مثل ما ضحينا بالسنه تندرس للبي ام بي يمكن اما اشهر للبي ام بي، هل مسعد ضحي لويك اند اما اثنين ويك اند اكتب بروسيجر مثلا عرف عن الريسك مانجمنت، اما اعمل برزنتيشن مش ما تكون كوبي بيست من محل مكان واجي اجمع زملائي بالشغل تعالوا يا جماعه اوكي نعمل براون، كنا نستخدم هالتعبير بامريكا براون باج لانش، كل واحد يجيب غداء ونقعد بالكافيتيريا ونحكي عن الريسك مانجمنت اليوم اوكي. بالطبع كثير في ناس حيقولوا لك شو هالحكي وكلام فارغ وشو هذا ما بيطبق ببلادنا يا اخي، ليش دائما عندنا نو سايرز نو سايرز يعني هؤلاء بيقولوا نو كل شيء لا يطبق. التغيير اكيد 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 اسهل واسرع واحسن اذا بيجي من الاداره العليا اذا بيجي من السي او، بس نحن كافراد كموظفين بشركات بمؤسسات قادرين نغير. يعني خلينا نفكر بشيء اسمه سيركل اوف انفلوينس، سيركلز اوف انفلوينس. اول شيء الانسان قادر يغير بحاله بادائه بتميزه، بعدين يجرب ياثر على حواليه الاميديت سيركلز اوكي، زوجته ولاده زوجك اذا مرأة عم تكلم عم نحكي عم تسمعنا بولاده بالشغل بالعمل بالدائره اللي حواليه فريق العمل اللي معي، ولا اذا ما عملنا هالشيء ولا بنؤمن احنا انه لا اذا بعلم رفيقي ولا بساعد زميلتي يمكن يتطوروا اكثر مني ويخسروا لي شغلي، يعني هي العقلية موجودة اوكي. يعني مشان هيك نحن هون انا بحب اختم هالفيديو مثل ما قلنا نحن عم نركز على موضوع why we don't implement proper project management in organization اوكي. يا جماعة يا اصحاب الخير يا زملاء يا احباء يا اصدقاء، ما دايما الحق على غيرنا، ما دايما الحق على المدير الغبي. يعني اذا بدنا دائما نحط على المدير الغبي بنصحكم نروحوا جيبوا ديلبرت كرتون وبلشوا ورجعوا 20 سنه لورا بتلاقوا في كثير شغلات على المدير الغبي يا بس هل المدير فعلا غبي ولا المدير بحاجه لتوعيه؟ بالنهايه المدير هو انسان. يعني انا حاسالكم هون واختم بالفيديو بهالسؤال، نرجع نقول ما في فساد يا ما في سوء اداره، مدير اوكي صاحب عمل شركة صغيرة شركة كبيرة، برأيكم إذا في طريقة منهجية علم جديد قادر يساهم بأداء مشاريعنا ونقدر ننفذها بصورة أحسن أسرع أوفر وهالشي ممكن يؤدي بنهاية السنة أنا كمدير جيني بونس، حأرفضه؟ في مدير في حدا هون عم بسمع مدير حيرفض اي موظف قادر يثبت انه اذا تبعنا منهجية علمية قادرين نطور ادائنا؟ اذا فعلا في مدير من هالنوع وما في فساد معناتها فعلا عندنا مدير غبي. بس خلينا نكون صريحين المدير اذا ما في، نرجع نقول ما في واسطة وما في هالقصص هيدي العمود بالطبع موجودة هاي ببلادنا ما عم ننكرها أبدا، الواسطة والمدراء الغير كفؤين لأنه ابن عم فلان ولا خي فلان ولا بغض النظر، عم نحكي نحن بالشركات الخاصة اللي فيها بعض الأنظمة اللي بتحترم حالها شوي أوكي. هل في مدير قادر يرفض تطوير الأداء وآخر شيء يمكن يصير في عنده نايس بونس ويصير في عنده بروموشن ويقدر يترقى ويتطور ويعلى أكتر؟ ما بعتقد. فخلينا نكون صريحين مع حالنا وما دائما نحط الحق على غيرنا. قبل ما اقول من حقي انا كبي ام بي ولا كبرنس تو انه ندير مشاريع،
هل فعلا اثبت انت انه بتعرف تدير مشاريع؟ هل فعلا انت اثبت انه عندك خبره وعندك القدره انك تطور بادائك واداء زملائك؟ شكرا، الى اللقاء.